وتوقعت ان انت تروح الاهلي؟ بص، اي جون في الدوري حلمه ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي وان هو يبقى متواجد، وطموحه ان النادي الاهلي او نادي زي الزمالك او نادي كبير ان هو بيشارك في افريقيا، بس النادي الاهلي له حاجه تانية. فبيبقى كل جون طموح ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي ويبقى حارس عرين النادي الاهلي. دي حاجه تبقى حلم اي حارس مرمى. ما فيش، انا في شهر واحد زي ما قلت لك، انا قبل ما يجي شهر واحد انا كنت موقع مع نادي الزمالك. موقع مع الزمالك وقعدت واتفقت على مع الكابتن احمد سليمان. لا، مع الكابتن حسين السيد. يعني ده اول كلام، ده اول مره تقول الكلام ده؟ اول مره اطلع في يناير. الزنفولي كان موقع معايا الزمالك وخلاص رايح نادي الزمالك، وكان الشرط جزائي بس موضوع قيد 3 مليون فكان موضوع قيد ان انت كان موضوع قيد ان انت في موضوع في نادي الزمالك قيد مقفول، ولما اتفتح كان فيه عدد من اللعيبه معينه لازم تبقى موجوده وكده. بس فقلت مش مشكلة، انا كده كده هشتغل واكمل الموسم ده، هشتغل واتعب. لا، قلت هشتغل واتعب بقى، طالما الزمالك يعني في شهر واحد ما خلصش انا هتعب واشتغل واحاول انا بسعى لحاجة تانية احسن، يعني حاجة كويسة. يعني دايما انت بتنقل احسن، وبتنقل نادي الزمالك نادي كبير طبعا، بس انا قلت اشتغل واعمل موسم كويس وان شاء الله اللي هيبقى كويس في مصلحتي هتوكل على الله فيها. بس فجالي بعديها مين كلمك بقى؟ شهر واحد. لا، انا جالي البنك الاول اللي هو اشرف اللي هو البنك، ورحت مضيت وتصورت والاستغنى راحت ورجع تاني. بس سبحان الله. فانا كان في حاجات كواليس كده يعني ممكن الناس ما تعرفهاش، انا بتمرن عادي في النادي. لما رجعت قلت مدرب حراس، قلت له عايز اشتغل بقى في البنك في لا في الداخليه. في الداخليه رجعت له قلت له بص، انا عايز اشتغل، عايز افنش الموسم ده احسن حاجه طريقة. اعلى من اللي بدات بيها. فرجعت اتمرنت جامد، حتى هو كان مستغرب من ادائي في التمرين والريتم والشغل في التمرين. فبقول لي طب اهدى، عشان ما قلت له انا هشتغل، انا عايز اشتغل وعايز اركز السنه دي، اعمل موسم جامد وان شاء الله خير. فراح نلعب ماتش قدام البنك الاهلي ودي، فاتمرنت لعبت شوط، وبعد كده انا قاعد بره عادي. فخلاص انا لعبت وبطلع اغير وارجع اقول لك تعالى عايزين، فلقيت التليفون بتاعي بيرن، حد بيكلمني ان شاء الله احتمال موضوع الاهلي يبقى خير. يعني مين بقى اللي كلمك؟ مش هينفع اقول والله. وكيل ولا؟ لا، مش وكيل. لا، امير. لا لا، والله مش هقول لك. لا، مش هقول لك، مش هينفع. ماشي. مهم، فقلت له يا رب ان شاء الله، اتمنى من ربنا. فالمهم انا ايه يعني فرحت قوي يعني الوقت ده. وبعد كده خرجنا من ماتش البنك، احنا قاعدين انا واصحابي، فلقيت التليفون بيرن، كابتن امير توفيق صديق الامس. الرقم عندي من زمان، من ايام. عملت ايه والنبي اول ما شفت الرقم؟ يعني امير هو امير. بس فكلمني وقال لي، او حتى هو بيكلمني، انا ما كنتش مصدق بصراحه. يعني بقول له يا كابتن، قال لي انت عامل ايه واخبارك ايه وانت لعبت كام ماتش ومش عارف ايه. قلت له والله انا لعبت كذا 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 وانا في الداخليه. انت مشيت من دجلة، رحت فين يا ابني وبتاع؟ مين كان بيلعب اساسي في دجلة انت ولا هو؟ لا، كابتن امير طبعا. كابتن امير. امير. انا كنت ماشا. لسه 19 سنه. انا عديها. انا كنت 19 سنه لسه. ورحت الاهلي. فقلت له طب فين يا كابتن؟ انا بقول له في التليفون فين يا كابتن؟ انا ونادي. قال لي يا ابني الاهلي يا ابني، اكون فين؟ انت فاكر دجلة كل ده؟ لا، مش دجلة. يعني امير هيكلمك ويديك دجلة؟ كان في حوار داير ان ابو جبل هيجيبوك ويجيب ابو جبل وانت تروح على فرقه او بسام. في كلام ان بسام، فانا هو هيخلصوني انا عشان الشرط بتاعي، فيودوني نادي فهتخش ببدل والكلام ده كله. فقلت له فين يا كابتن؟ فقال لي يا ابني اكون فين يعني؟ الاهلي طبعا. قلت له طب الحمد لله كابتن، وانا جاي خلاص. وبعدين تاني يوم الموضوع كان خلص مع اداره الداخليه الساعه 12 الظهر، ورحت مضيت على كل حاجه وعلى كل حاجه من غير ما مثلا اعمل ايه وهاخد ايه، ومش فارقه معايا خالص. اول ما دخلت النادي الاهلي مين اللي قابلك؟ اول حد قابلك في النادي الاهلي؟ والله انا افتكر دخلت كان اللعيبه كلها هناك، كان عندهم ماتش ودي كان مع سموحه،
دخلت سلمت على اللعيبه، نعرف اللعيبه كلها، قابلتهم في ماتشات كتير. وبعد كده مستر كولر وكابتن ومشيل، دخلت قعدت معاهم، قالوا لك ايه؟ اتكلموا معايا، عامل ايه واخبارك ايه وانت سعيد ان انت موجود هنا؟ قلت لهم اكيد طبعا الحمد لله، يعني انا مبسوط ان انا موجود في النادي الاهلي وده حلم اتحقق. فان شاء الله تبقى مبسوط معانا، والنهارده هتيجي معانا تحضر معانا المباراه الوديه، بس يعني هتتفرج على المباراه يعني وتبقى موجود مع الفرقه على طول وكده. ودخلت الكابتن خالد بيبو وقعدت معاه وقال لك ايه كابتن بيبو؟ ان شاء الله تبقى مبسوط معانا وسعيد وتشتغل ونشوفك في الملعب ان شاء الله وتتمرن بشكل كويس ورحبوا بيا. قبل ما اسالك عن علاقتك بالحراس اللعيبه بقى الاهلي، مين اللي استقبلك ومين اللي انت كنت صاحبه وكان فرحان كلهم لك بصراحه اللي كل كان قريب منك قوي؟ كلهم يعني لعيبه الاهلي بصراحه من اللعيبه المحترمه جدا واللعيبه الرجاله جدا، وعلاقة اللاعبة كلها ببعض علاقة كويسة جدا بينهم وبين بعض. انت عارف مروان عطية كان معايا في الاتحاد وحسين وياسر، وبدون يعني بدون ما ننسى ألقابهم كباتن كبيرة، وكابتن شناوي كان لسه مصاب. عامل عملية مصاب ما رجعش بس لما رجع قابلته سلمت عليه، قال لك ايه بقى؟ أهل منور وإن شاء الله تبقى مبسوط هنا. ويعني لا بصراحة من أنظف الناس اللي اتعاملت معاها في الوسط،